أصدقائي، قبل ما نبلش المقطع بدي أقولكم ما تنسوا تحطوا لايك وتشتركوا القناة وتتابعوني على حسابي على إنستغرام. والله بقولكم مشاهدة ممتعة. سألنا 35 مربع 2 إذا كان القطر محيطه. أوف، صوت تليفون. مين هاد؟ هاد تليفون أمي. ماما تليفونك عبرين. أمي تليفونك عبرين. يوه، يخرب بيت التنظيف وساعته. فلذلك قطر المحيط. هي علينا. لك امي تليفونك عبرين، تعال شوفي تليفونك بقى. يوه، شو بقى انا قديش عم بصرخ بس. ماما ماما يخرب بيته. شو بك؟ ولك يخرب بيتك عشان بتصرخ لسع. ماما ماما ايش في؟ تليفونك صار له ساعة عبرين. يعني انت هلا عم بتصرخ كل هدول ولميت الحاله كلياته علينا كرمال التليفون عبرين؟ ايرون مين رح يكون يعني؟ وي لحظة شوي، يخرب بيتك، هذا ابوك انا رح اتصل فيكي. اكيد هو بنطلق على قلبك وطلع بشوف مين عبرن. خرب بيتك. اوريك 5 مرات بتصل علي. رح اطلق ما في مجال. رجع يرن ان شاء الله. قول لي لو ما سمعته وخلاص. يعني قصة ايه؟ تبوز على سده. يخرب بيتك، ما في نهار استفدنا منك بشغلي. الو، اهلا ابو عبادة. ابو عبادة يا بنت الصرامة، ساعة بتصل عليك ليش ما عم تردي؟ ولك ليش ما عم تردي؟ يخرب بيتك من حالك، واقف تحت بشارع ليش ما عم تردي؟ طول بالك، التليفون كان بغرفة عبادة، وعبادة بتطش من بيك عم بسمعه وما عم برد عليك، بعدين كنت بالحمام عم بغسل لك بوكسراتك، ما اغسل لك ياهم يعني؟ شو؟ لا، إذا عم تغسلي بوكسراتي معناتها معلش هالمرة راح أمرق لك ياها المعبوشة. ولك دخيل الجمال كله احلى معبوشه انت. ولك دخيل اللي باللبنيه، دخيل اللي باللبنيه كلها معبوش. نعم، يعني انتوا هلا صرحتوا كرمال بوكسرات. ايش العلاقه المعفنه هاي؟ المهم نزلي تحت، عباده جايب معي كياس، ما بقدر بطلعهم لحالي لفوق. خليني انزل تحت، انا واقف باب بناي، شيل معي الكياس نطلعهم. يلا بسرعه. يلا فورا يا عباده، مباشره بنزلك تحت عندك مباشره. يلا ثواني يكون عندك. يلا عباده بسرعه. أرى أبوك واقف تحت عباب البناية شايل معه كاس، ما بحسن يطالعون. زي تحت بسرعة طالعون معه وطاع. يلا أورك وقت بحط عقلي براسي وببلغ، بقرر إني أبلش أحفظ لأن الامتحانات قربت وطاعوني بمليون شغلة. شي خد شي جيب، ما في غيري بالبيت أبي يعني. بطلنا. يا ما تجيب أنا. رد كمان. ما أنت هذا اللي فالح فيه بس، ما لك شرطة بغير شي منه. أنا بفرجيك، طول بالك. وأنتم عم تشوفوا الفيديو كالعادة مالكوا حطوا لايك، أنا بعرف متابعيني، استاخوا لايك، حطوا تعليق واشتركوا بالقناة وفعلوا زر الجرس حتى نوصل على المليون. يلا بسرعة. أنا ايش كنت عم بعمل؟ نسيت الماي مفتوحة. قولك يلا أصهر فيك يا عباد. هنا كيسين، ما طلعت الساعة شي. اقسم بالله لو حاطين حجر بهدول الاكياس ما بطلعوا كل هالتقال. ايش فيهم؟ ايه تعال، هات عيف الاكل معك. هات هذا الكيس، هاته في عليك خروق، ما خرج تشيل كيسين. اوف، ايش هذا ابو عبده؟ ايش جايب لنا معك؟ هذا الكيس فيه ايه خلاص ما بقى لسه. هذا الكيس علق معك الشريط يعني، خلاص فهمنا ايش فيه. شو هاد؟ وعم ترفع صوتك وبتجي يا حرمه. يا لا بقى الظاهر انت جدك عم حكك وبدك تطلقي. طول بالك، ما قلنا شي. انا كنت عم بقول بس تفهمنا ايش فيه الكيس يعني حاج بقى، ما قصدي. ايوه انتبهي لحالك، الله يرضى عليكي. جبت لك الطلب ووصيتيني عليها ذاك الاسبوع، موز صومالي من اللي بيحبوا قلبي. موز قولي نقطة ضعفي، مستحيل. انا بدي مباشرة احسب حسابي راسا. وانا كيف بدي كمان ها؟ وانا احسب حسابي كمان ها؟ ايه ليش لا؟ انت خد وانت خدي وانت خد، كلاتكم خدوا. ومنطلع على الكيس بعدين بنلاقيه فاضي. اسمع انت وياها 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 وياها، اسمعوا كلياتكم. الموز راح يتاخد وراح ينقام تحت الارض. ليش؟ لانه بعد 3 ايام جايين ضيوف كتير 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 مهمين، واللي بقرب على الكيس وانا بفتحه راح اسلخ جلده عن عظمه. فهمانين ولا عندكم راي تاني؟ شو؟ لا انا راي ما راي، انا ما عندي راي. نوب شو في خدوج هي كان بدها. يا حقي يخرب بيتك من حالك، عطبت بيني. لا امي ما بدي طول. بعدين انا تذكرت انه بتحسس كثير من الموز. وانا ولا كلمه بدي اميها، ولا كلمه بدي، وجعني قلبي كثير منه لانه انا ايوه ما بتجوا غير عين حمراء.
هذا عبادة الكيس، هذا إيموهات. الحقيقة مباشرة، الحقيقة. عيب عليك. وين بدي إيمو؟ وين بدي إيمو؟ وين 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 وين؟ ما في غير هون جنبي، مشان إذا غفلت ولا نمت إذا فكر حدا منهم يجي ياخذ منه مشان أشوفه وأشحطه من شعره مباشرة. بسيطة، أنا خدوج. إيه أبا، عن جد أنت غبي كتير هون، بتعرف تلعب منو؟ إذا ما رح تعرف تلعب مشان أفجرك وأرتاح منك. شو؟ بدك تفجريني؟ الغبية، أنا وأنت فريق واحد، شو بدك تفجريني يعني؟ طيب أمس وين؟ لحظة، أنتوا شو عم تعملوا سابركين؟ البيت كله نايم وأنتوا فايقين لسا. يلا 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 عالنوم عالنوم يلا. يلا يلا أمي يلا، والله بدنا ننام فورا والله. الله يطعمكم، أرجع أعدي بالصدفة أشوف حدا بياتكم فايق، وصلت؟ هلا بلشت الخطة. أنا قلت لك بجيبهم يعني بجيبهم. يا عيني عليك، هذا هو الحكي الأصلي. هات هات بقى. قولي انتبهت؟ في حدا رقد من هون بسرعة. ولك مين عدال؟ انا فاضي ليك، حياكم واحد عباكم موز بقضي طلع لهنيك بسرعة، خاصة اللي بايدك مشان كب القشر برات البرندة، مشان اذا امي طلعت بوسخ ما تطاقيهم بكي تنتهي هالجريمة على خير بسرعة. انا قايمة كب انا وروحي بسرعة. وقريضة على التليفون مش قد برن. الو انا ام تحسين، شو بدي طلع لك؟ اذا بايرن بعطيكي. لحظه طلع لك. والله يا ام تحسين ما بايرن. لحظه شوي، كيس الموز ليش مفتوح؟ انا امبارح ربطته ما عرفته مفتوح. يلا ابو عبيده يلا، ما في ام تحسين ما في روحي. يلا جيتك. بكرة رح يجروا الضيوف. أبو عبادة ما تأخر علي بالفواكه اليوم، ها بكرة بيجروا الضيوف. خليني أطالع الموز أنا. يو كيس الموز ليش هيك خفيف؟ أنا ما تعرف شو هيك خفيف كان منين؟ أبو عبادة يا أبو عبادة ولك يلا يلا يلا. أخ كتفي شبهك شفي. أبو عبادة أنت جايب الموز هيك قليل؟ مو عساس كان أكثر من 5 كيلو؟ شو؟ كانوا حوالي 7 كيلو، وين رحتي بالموز؟ شو؟ 7 كيلو؟ ولك هوني ما ضايان كيلو. لحظة شوي، مش قصدك احنا سرقنا؟ شلون يدخلوا يسرقونا؟ ولا شلون بدنا نسرق؟ شلون بدنا نسرق؟ وفي عنا أم كرش بالبيت والمفجوع عبادة؟ أكيد هن عم يدخلوا بياخذوا، بس شو عم يدخلوا بياخذوا؟ أكيد عم يستنونا وقت ما بننام ويدخلوا نص الليل بياخذوا. اسمع لأقول لك لك
انا رايحة على اربط الكيس وارجعه مثل ما كان تماما، ونعمل حالنا مالنا خبر طويل. اليوم اكيد بيرجع يدخلوا ويرجع ياخذوا مره ثانيه، بنخليهم يدخلوا ياخذوا وندخل نكبس عليهم بالجرم المكنون. تعال اقول لك. يلا قومي، ايش عم تستني؟ طول بالك طول بالك، لسه هلا اخذوهم. خلي عم اهل دايتين بس لقمه راح يقشروا الموز وهن عم ياكلوا، نكبس عليهم ونمسكهم بالجرم المشهود. 2 hours later. اه يا حراميه الموز، ايش في؟ ما في شيء ما في شيء، هذا تعبوا. كل خير كل خير، ما تاكلوا هم طول. تفضل ابو عباده، اجاكم الموت يا تركين الصلاه. طول بالك بس فهمونا ايش في صار. ماكو خبر؟ مو ماكو خبر، ماكو خبر حرام، خليني اخبرهم. ماكو خبر، انا بخبركم هلا. 7 كيلو موز، وين رحتوا فيهم؟ اين موز؟ ما موز، انا ما اكلت شي منهم، كنت نايمه شفت عينكم. والله لك هذا قش الموز اللي جنبك، قشو هذا حياتي. قولي هدول مين جابوا لهون؟ هذا انت جبت مو؟ اه يا مفجوعه، لك شبك ما انا ليكني قدامك نايمه، شلون بدي اروح يعني يخرب بيتكم؟ والله مو انا. لا 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 لا، طوبوا بالكم طوبوا بالكم، بدكم تتخانقوا بس مو هالله. بعد ما طرشتكم جاهزين عبادان؟ ولو جاهزه من زمان وبانتظارك انا. عليهم حيوانات. قولي راسي دخيلكم، قولي راسي دخيلكم، يخرب بيتك من حالك، انت رح تجيب مو؟ قولك مو انا مو انا. اه يا كتفي، يخرب بيتك من حالك، ما في غيرك اكيد، استنيتينا ربك كلها اكثر منا ورحت جبتي مو. يخرب بيتك يا حشرة. شو هاد؟